السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، مساء الخير، في كل مكان، في كل زمان، حيثما كنتم، ولكم من الحب والتقدير إن شاء الله. إن شاء الله. صوتي. اليوم بنحتفل بالعيد 39 لتأسيس الإغاثة الإسلامية اللي بيصادف 17 يناير عام 1984 17 يناير عام 1984 يوم الثلاث والساعة 6 مساء، والنهاردة الثلاث، ودي قدر ربنا سبحانه وتعالى، صدفة جميلة. وتقريبا احنا دلوقتي تقريبا على الساعة 6 مساء. طبعا المسيرة دي خدت 39 سنة عشان نصل الى ما وصلنا اليه، او يصل العمل المؤسسي الى ما وصل اليه. دي رسالة للشباب، ان ما في شيء بيبقى عفوي، وما بشيء بيولد اليوم ويثمر غدا، وما بشيء بينبو وتطور ويكون له اثار في المجتمع الا ان بذلت فيه الجهود وشارك فيه الناس في كل مكان وفي كل زمان. فاليوم احنا هنخوض معكم في المسيرة دي لمدة دقائق قليلة، علشان نقول للشباب لا تحبطوا في ظل هذا الوقت المظلم الذي تحاط فيه الشعوب والمجتمعات بكل المكائد وكل التحديات وكل المخاطر، فتحبط الشعوب ويحبط الشباب ويلجأوا إلى التطرف والانعزالية إلى آخره إلى آخره. هكذا بدأنا منذ 39 عام، بدون اسم، بدون عنوان، بدون مكتب، بدون موظفين، بدون أثاث، بدون تليفون، بدون تيلكس، بدون فاكس، بدون كمبيوتر، بدون ميزانيات، بدون استراتيجيات، بدون شخصيات مرموقة، بدون دعم سياسي، بدون دعم اجتماعي مؤسسي، وبدون رؤية. هكذا بدأنا. حذاري أيها الشباب أن تعيقوا أعمالكم بكل هذه الأشياء. حقولها تاني، هكذا بدأنا، بدون اسم، بدون عنوان، بدون مكتب، بدون موظفين، بدون أثاث، بدون تليفون، بدون تيلكس، بدون فاكس، بدون كمبيوتر، بدون ميزانيات، بدون استراتيجيات، بدون شخصيات مرموقة، بدون دعم سياسي، بدون دعم اجتماعي مؤسسي، وبدون رؤية. وكيف بدأنا؟ ولكن كان لدينا هدف، كان لدينا هدف ورسالة ومهمة ودور نريد القيام به. كان لدينا هدف ورسالة ومهمة نريد القيام به. الدور ده كلفنا به أنفسنا، نحن الذين انتزعنا هذا الدور من براثن المجتمع، ونحن نعيش في الغرب. دور كلفنا به أنفسنا، انتزعناه من المجتمع انتزاعا بأحقية، انتزعناه من المجتمع انتزاعا بحقية، لأننا شعرنا بأننا مسؤولون عن رسالة نريد إيصالها للعالم. الدور ده احنا أوجدناه لأنفسنا، احنا أوجدناه لأنفسنا. لقد حاف، ولكن كان لدينا هدفا ورسالة ومهمة ودور نريد القيام به. دور كلفنا به أنفسنا، نحن الذين كلفنا أنفسنا، انتزعناهم من المجتمع انتزاعا بأحقية، لأننا شعرنا بأننا مسؤولون عن رسالة نريد إيصالها للعالم. رسالة جديدة لها ثقافة وفكر وفلسفة وقيم وأخلاق جديدة. فنحن نعتز بقيمنا وأخلاقنا وثقافتنا ولغتنا وشخصياتنا وهويتنا وديننا وتاريخنا وفلسفتنا وحضارتنا. نعتز بكل هذه الأشياء، نحن نعتز بكل هذه الأشياء. لقد حافظنا على نحنيتنا، نحنيتنا لأن نحن
أنا نحن وأنت نحن وكلنا نحنيح. لقد حافظنا على نحنيتنا، لا نريد، لأننا لا نريد أن نصير ممسوخ الشخصية، مؤهل الأداء، عديم الانتماء. ليه حافظنا على كونتنا ونحنيتنا؟ لأننا لا نريد أن نصير ممسوخ الشخصية، مؤهل الأداء، عديم الانتماء. انتماؤنا لمن؟ لأصحاب الحقوق. من هم أصحاب الحقوق؟ هم الفقراء والمساكين الذين وفروا لنا سبل العيش الكريم، هم الذين كانوا وما زالوا يدفعون لنا رواتبنا. انتماؤنا لأصحاب الحقوق من الفقراء والمساكين الذين وفروا لنا سبل العيش الكريم من أموالهم، من أموالهم. فعانوا من أجل إسعادنا وإهنائنا وتأمين مسيرة مستقبل أبنائنا. يعانوا من الآن، ما زالوا يعانوا في كل مكان، في المخيمات السورية، المخيمات اليمنية، المخيمات في أفغانستان، في ليجور، في من الروهينجا، من كشمير، في فلسطين، إلى آخره إلى آخره، في إريتريا إلى آخره، في وسط أفريقيا، جمهورية وسط أفريقيا، في كونغو الديمقراطية إلى آخره إلى آخره. عانوا ليصلوا ليدفعوا لنا رواتبنا. فعانوا من أجل إسعادنا وإهنائنا وتأمين مسيرة مستقبل أبنائنا. انتماؤنا لقيم ديننا، لقيم ديننا، أخلاق رسولنا وتاريخ أممنا. انتماؤنا للحضارات الإنسانية التي لم تظلم أحد، الحضارات الإنسانية التي لم تظلم أحد وتغتصب مقدرات أحد وتقتل طموحات أحد وتفسد حياة أحد أو تزور تاريخ الأمم. فكانت هذه حضارتنا نحن التي سادت العالم لأكثر من 10 قرون. هذا هو انتمائنا وهذه هي حضارتنا. معاركنا، خدنا الصعاب، تحدينا المخاطر، تخطينا المستحيلات. مسيرتنا خاضت معارك دارية ضد عبادة الشعوب في أرجاء المعمورة مع شركائنا، معارك للمحافظة على هوية الشعوب الفقيرة والمستضعفة، معارك للوقوف، معارك للوقوف ضد الإساءة للأديان الحنيفة أو الحنيفية، معارك ضد من أرادوا تكفيف منابع دعم الأعمال الخيرية خاصة الإسلامية منها، ثم معارك مع منظومة الحرب على الإرهاب الذي لا نعرف له تعريف إلى الآن. الأمم المتحدة إلى الآن لم تتفق على تعريف واحد لما هو الإرهاب. هذا كان في العشرينية من القرن الماضي، ولقد خدنا معارك أخرى مع شركائنا أيضا في العشرينية الأولى في مطلع العشرينية من هذا القرن، منهم معركة ما بعد أحداث سبتمبر واتهام كل المسلمين وكل العرب وكل الجمعيات بالإرهاب والتطرف وانعزال والصدامية، معركة ترهيب الإسلام، يجعلون الإسلام دينا إرهابيا أو دينا يخلق الإرهاب أو دينا يخلق التطرف أو دينا يخلق العزلية والصدامية. ما زلنا نأخذها مع شركائنا بنجاح. معارك تصنيف الجمعيات الإسلامية والأفراد المسلمين من النشطاء الاجتماعيين واتهمهم بالتطرف والعنف والعزلية والإرهاب، كل هذه المذالك الأمور ما زالت لا صفقات الأغاز الإسلامية لكن كل المؤسسات في العالم العربي والعالم الإسلامي وفي العالم أجمع. معركة ضد البنوك، تعنت البنوك في تحويل أموال المستحقين من أصحاب الحقوق، مال الفقير ومال الأرملة ومال الناجئ والنازح والشريد يتعنت البنك في إيصاله لمستحقيه. معركة الدفاع عن الإنسانية كاملة دون تميز ودون تحيز لأحد، الدفاع عن حقوق اللاجئين والنازحين والمستضعفين، معركة مواجهة أسباب وسلبيات التغير المناخي الذي أدى إليه هو الدول الصناعية العظمى. والفساد، معارك ضد الفساد المجتمعي في كل مكان وفي كل زمان.
معركة المطالبة بحقوق الطفل والمرأة المعيلة والأرملة واليتيم والعاجز والعقيم والبناء والنماء، كل هذه معارك لا تأخذها فقط مؤسسة واحدة، تأخذها مؤسسات كثيرة جدا، ونتمنى أن تكونوا معنا في كل هذه المعارك الاجتماعية الإنسانية التنموية. معركة التصحر والجفاف، سلم معركة سرقة مخدرات الشعوب. هناك دول عظمى لا يوجد في بلادها منجم واحد للذهب، وفي هذه الدول أكثر من 2500 طن ذهب مخزن فيها. من أين أتت بهذا الذهب؟ معركة سرقة مخدرات الشعوب وقهر أبنائهم واتهامهم بالإرهاب. معركة الحفاظ على هوية، قيم وأخلاقيات وعقيدة الفقراء والمساكين، ثقافة وعقيدة الفقراء والمساكين، كل هذه معارك لابد أن نحافظ على هوية، لابد أن نحافظ على هوية المستضعفين ومن الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام. معركة أن الدين هو الحل وليس المشكلة. يزورون الأديان خاصة الدين الإسلامي بأنها المشكلة، أبدا، الدين هو الحل أو الجزء الأكبر من الحل. أن الدين هو الحل وليس المشكلة، وأن الدين هو أمل الشعوب وروح وبناء الأجيال وروح الأمم. معركة الدفاع عن الأسرة والأبناء والمجتمعات. معركة الحقوق، حق كل إنسان في حياة حرة كريمة. هذه المعارك المجتمع المدني برمته يخوضها ليل نهار مع صناع القرار. معركة بناء طريق المستقبل، وده من أهم الأشياء أن أقولها للشباب، لابد أن نبني طريقا لمستقبل الأجيال القادمة. لابد، أصبح فرض عين على كل واحد فينا أن يشارك في بناء طرق المستقبل. لن نتخلى عن الاستمرار في البناء، لأننا من؟ لأننا عمال إنسانيون تنمويون وبناؤون وأحرار. نحن عمال إنسانيون تنمويون وبناؤون وأحرار، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. لن نتخلى عن دعم وقيادة منظومة رفع الوعي المجتمعي. رفع الوعي المجتمعي، وكل من يسمعني اليوم لابد أن يشارك في بناء هذه المنظومة، منظومة رفع الوعي المجتمعي للمواطنين. إفاقة الشعوب، تأهيل الشباب كي يصبحوا قادة المستقبل. لن نتخلى عن دعم وقيادة منظومة رفع الوعي المجتمعي، إفاقة الشعوب، تأهيل الشباب كي يصبحوا قادة المستقبل. لن نتخلى أيضا عن نصح القريب والبعيد ومساعدة القاسي والداني. لن نتخلى عن مفهوم بناء الشراكات. لا نستطيع أن نعمل بناء شراكات. لن نتخلى عن الإيمان بإنسانيتنا التي تسعى الجميع. إنسانيتنا ليست حكرا على جنس دون جنس، وعرق دون عرق، ودين دون دين، ولغة دون لغة، ومذهب دون مذهب، وثقافة دون ثقافة، وتاريخ دون تاريخ. لا، إنسانيتنا التي تسعى الجميع. إنسانيتنا التي جزء يتجزأ من خلائقيتنا. أنا عندي محاضرة اسمها الخلائقية، هحطها في الرابط على المحاضرة عشان تسمعوها، عشان تعرفوا ما يعني خلائقيتنا، يعني ما معنى خلائقية، التي بدأت أتحدث عنها منذ 2006. إنسانيتنا التي هي جزء لا يتجزأ من خلائقيتنا. فالخلائقية هي الشمولية المطلقة لكافة سعات الإنسانية، فتستوعب كل سعة من سعات الإنسانية وكل تفسير من تفسير الإنسانية، لأن الخلاقية مرجعيتها ربانية
ورسم مقعدها الإنسان كما هو الحال في الإنسانية. نتخلى عن إيمان بإنسانيتنا، نتسعى الجميع إنسانيتنا هي جزء لا يتجزأ من خلاقيتنا، فالخلاقيتنا هي الشمولية المطلقة لكافة ساعات الإنسانية المتباينة في العطاء والأداء والأخلاق. فنحن خلاقيون إنسانيون، ولسنا إنسانيون نخدم الخلق فقط، لأن خلاقيتنا ممتدة من الخالق. أما مفهوم الإنسانية التي وضعها الإنسان فهو يرجع مرجعيته للإنسان نفسه. لأن نتخلى عن بناء مسيرة الحياة التي ليس لها حدود، ومعالم تلقاها التي لن تسدها السدود، التي بدأها الجدود ولن تلطمها الخدود. لن نتخلى عنها، نحن خلاقيون إنسانيون، وسوف ندافع عن خلاقية الإنسان أبد الدهر. لابد أن تكون الإنسانية خلاقية، أي تكون مرجعيتها للخالق وليس للإنسان. فكونوا معنا في هذا العام وهذا القرن من الزمان، فما القرن إلا لحظة من يوم بين يدي خالق أنام. فاليوم ده نتكلم عن عيد الميلاد 39، مسيرة لم تنقطع، تعثرت كما تتعثر المسيرات في العالم، المسيرات الإصلاحية في العالم، ولكنها ستستمر بكم إن شاء الله. فلن تتخلوا عن منظومة بناء المجتمعات، ولن تتخلوا عن مطالبة بحريات مدنية لمجتمعات مدنية لأفراد مدنيين، وأن تتخلوا ولا تتخلوا عن المطالبة بحقوقهم ليست المكتسبة، بل حقوقكم التي أعطاها الله لكم بعد أن خلقنا جميعا. فنحن ملاك الأوطان وملاك المجتمعات وملاك التاريخ وملاك الحضارات وصناع الحضارات إن شاء الله، وصناع الحياة إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا، وكل عام وأنتم بخير، ونراكم غدا إن شاء الله باللغة الإنجليزية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.